أنا أتابع طبعا أجزاء كثيرة من المؤتمر، ما في شك أنه المبادرات اللي شفناها يعني مبادرات لافتة صراحة. طبعا في الرياضة، أول ما يعني تولى تركي آل الشيخ مهمة أو منصب الرئيس العام لهيئة الرياضة، كان هناك بعض يعني المقترحات أو أعلن عن أشياء يعني كنا نعتبرها مثلا يعني صعبة التطبيق أو يعني شيء غير معتاد، لكن بالفعل مع الوقت يعني شاهدنا سباق سيارات على مستوى عالمي، شاهدنا ماراثون، مصارعة، ملاكمة، شاهدنا يعني كثير من السوبر الإيطالي في السعودية، يعني كثير من الفعاليات اللي فعلا صارت على أرض الواقع. لذلك طبعا موضوع الترفيه، وإن كان يعني في نوع من الارتباط بين الترفيه والرياضة، لكن موضوع الترفيه والمبادرات اللي حاصلة، طبعا الترفيه هذا مشروع يعني مهم جدا ويخلق فرص وظيفية يعني كبيرة، وفيه شراكة يعني مع القطاع الخاص، وفيه يعني مهم جدا انك انت تعيد او تجدد الحياة في البلد من حيث استقطاب الشباب والأسر على اساس انهم يعني يتواجدون في الإجازات، ما يضطرون للسفر إلى الخارج، يكون هنا في البلد موجود، ما يعني يخلي ما يجعلهم يعني ينفقون أموالهم داخل البلد، أيضا إضافة إلى جذب السياح من الخارج، يعني أشياء كثيرة في مبادرات الحقيقة كثيرة، بدأت من تغيير الشعار، الهوية الجديدة لهيئة الترفيه، الحديث عن شخصية خاصة بالهيئة، شخصية سعودية صحيح. انها تنافس شخصية ميكي ماوس، يعني يمكن شخصية ميكي ماوس شخصية يعني ما هي سهلة، يعني انتشرت في العالم كله وسيطرت على الأطفال، فأنت لما تتكلم عن واقع مثل هذا بيكون فيه طبعا يعني تحدي نعم. كبير، ولا شك انه الشباب السعودي وإمكانات الشاب السعودي وما يعني ثقافة الشاب السعودي تجعل نفس الدولة وتجعل الهيئات والجهات الحكومية صحيح. يعني تتحدى، أي. لأنه الرهان دائما على الإنسان السعودي، وإن شاء الله يعني نتمنى أنهم أن الله عز وجل إن شاء الله يوفقهم لكل خير بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا.